مهرجان العالمين بننتظر فيه مجموعة كبيرة من العروض المسرحية المختلفة، ويمكن تم الكشف عن مواعيد عرض مسرحية دكان أحلام للمخرج أنس النيلي. مسرحية هتتعرض لمدة 3 أيام، أيام الخميس 22 أغسطس والجمعة 23 والسبت 24. العرض بتدور أحداثه في إطار كوميدي عن فكرة خيالية بتحكي عن متجر لبيع الأحلام، ومن خلاله ممكن الإنسان أنه يحلم باللي بيحبه وعلى حسب الحلم اللي اشتراه من ساعة ما بينام لحد ما يصحى بيعيش في الحلم. من خلال أحداث العرض بنتعرف على روح المصريين وإزاي بيتقبلوا المجتمع وروح التسامح لديهم. خلونا نروح لمؤلف ومخرج مسرحية دكان الأحلام أو دكان أحلام أنس النيلي. برحب بيك. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير. الحقيقة فكرة المسرحية تشد الواحد، فكرة عن عالم الأحلام، وإزاي ده إزاي فكرت في الفكرة وهتنقلها إزاي على المسرح بحيث أنها تكون جذابة للمشاهدين والجماهير في مهرجان العالم؟ تمام. هو مبدئيا طبعا الفكرة زي ما حضرتك وضحت هي فكرة خيالية يعني كوميدية، ودايما الأفكار الخيالية إلى حد ما بتجذب بشكل كبير المشاهدين. الحقيقة إن إحنا لما رحنا مسرح العالمين، مسرح المدينة التراثية اللي هيكون عليه العرض، إحنا شفنا شيء مبهر على مستوى التجهيزات وعلى مستوى المسرح، فبالتالي حسينا إنه ممكن جدا الأفكار اللي ممكن يكون صعب تنفيذها في الظروف العادية ممكن جدا يتم تنفيذها في مكان زي ده. فده أولا اللي شجعني إنه إحنا تمام نكون عندنا الجرأة إن إحنا نقدم أفكار قد يكون صعب تنفيذها في الظروف العادية. فبالنسبة للتنفيذ يعني أنا مش قلقان تماما من النقطة دي، بالعكس أنا متفائل جدا إن التنفيذ هيطلع على مستوى بإذن الله جيد جدا يعني. وطبعا زي ما حضرتك قلتي هي الفكرة كلها في الآخر إن إحنا بنحاول نلاقي فكرة مختلفة أو فكرة يعني فيها خيال علشان المشاهد يقدر ينجذب ليها بشكل كويس وينتمي ليها بشكل ما يعني. طيب المسرحية بتعتمد على وجوه شابة ومواهب شابة في مجال المسرح؟ بالضبط، بتعتمد على وجوه شابة، هم يعني كلهم متخصصين يعني محترفين بشكل ما، لكن هي وجوه مش مألوفة في المجال الفني، لكن وجوه شابة بس إن شاء الله يعني يقدموا شيء يمتع المشاهد بإذن الله. شايف الميزة إيه من وجودك ووجود الفريق وجود المسرحية في مهرجان العالمي؟ هو طبعا اعتقد ان وجودنا الى حد كبير جدا بيحقق الرؤيه اللي قايم عليها الاتجاه الفني عموما في مصر الفتره الاخيره، فكره الوجوه الشابه، فكره الوجوه اللي ممكن ما تكونش مالوفه لكن وجوه شابه عندها شيء عايزه تقدمه. فهي الفكره ان انا شايف انه وجودنا في مهرجان العالمين تحقيق للرؤيه، تحقيق لرؤيه ان احنا إن الاتجاه الفني إن إحنا بنطلع وجوه شابة وجوه عايزة تقدم حاجة معينة وبنعرضها في أماكن مهمة زي دي وفي محافل مهمة جدا زي دي. فطبعا ده بالتالي بيكون مكسب كبير جدا جدا لينا وفرصة كبيرة، وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك بيحقق رؤية فكرة الشباب أو إن الشباب ياخدوا فرصة كويسة جدا في المجالات المختلفة ومنها طبعا المجال الفني. المسرحية دي أول عرض ليها هيكون في مهرجان العالمين ولا تعرضت في أماكن قبل كده؟ لا ده هيكون عرضها الأول في مهرجان العالمين. طبعا فيما بعد المهرجان إن شاء الله يكون في ليالي تانية للعرض، لكن عرضها الأول هيكون خلال المهرجان. بشكرك شكرا جزيلا، مؤلف ومخرج مسرحية دكان أحلام أنس النيلي، شكرا جزيلا ليك.